فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم قررت حسب عديد من المصادر المقربة من الجامعة التونسية لكرة القدم، قررت إيقاف الحكم سيف الورتاني بعد أدائه في لقاء الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي يوم الأحد من جولة ثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. القرار أيضا يتمثل في إلحاق الورتاني بالأصناف السفلى وبالأقسام السفلى، يعني يظفر كان مباريات ربطة الهوات أو الأقسام الجهوية لأجل غير مسمى في الأثناء باش تم متابعته من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم، من طرف المشرفين على قطاع التحكيم. يعني بلغة أخرى، إذا كان تحسن الأداء متاعه فانه باش يرجع لربطة المحترفة الأولى والثانية، يعني إلى حين إشعار آخر. هذه الحادثة الثانية أو القرار الثاني ربما اللي يتم اتخاذه بعد الحكم المساعد في مباراة نادي الإفريقي وشبيبة العمر دون إعلان رسمي إلى حد الآن على القرارات هذية من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم. نذكر أنه أداء الحكم أثار عديد من التساؤلات وأثار الجدل، خاصة فيما يتعلق بضرب الجزاء تحصل عليها الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي اعلن في بيان رسمي البارح في الليل انه قرر غلق مدرجات المنعرج الشمالي في مباراته ضد فريق الترجي الجرجيسي يوم الخميس بسبب الاحداث اللي عرفها مدرج الفيراج حسب نص البيان في لقاء النادي الافريقي وشبيبة العمران. ويقول الافريقي الهدف من القرار هذايا هو الحفاظ على سلامة الجماهير ودفاعا على مصالح النادي. طبعا شفنا اشتباكات بين عناصر يعني بعض المجموعات في فيراج النادي الافريقي، وبالتالي النادي الافريقي يقرر غلق الفيراج، يقول فقط للمباراة هذه المباراة القادمة ضد الجرجيس. إذن يوم الخميس الموعد مع مقابلات الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهذا البرنامج الكامل للمواجهات. الملعب البلدي بسليمان يحتضن مباراة مستقبل سليمان والنجم الرياضي الساحلي، مباراة متقدمة في التوقيت انطلاقا من ماضي ساعتين ونص وبقيت المباريات تتلعب مطلفة. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه قوي في القفصة، الملعب التونسي مع نادي الرياضي بنزرتي دون حضور جماهير في مركب الهادي نايفر في باردو، الأولمبي الباجي مع شبيبة العمران دون حضور جماهير، من المنتظر أنه يكون ملعب مجز الباب هو اللي باش يحتضن المقابلة هذه لأنه ملعب عزيز جبلة غير مؤهل في منزل بورقيبة لاحتضان المقابلة هذه يقولون. وكيف كيف تواصل غلق ملعب وجمعة الكميتي في باجة، الاتحاد الرياضي المونستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببنقردان، نجم المتلوي دون حضور جمهور يستضيف الترجي الرياضي التونسي، اتحاد طويل مع مستقبل جابس، وعلى الساعة الرابعة ونصف نادي الافريقي في المقابلة اللي حكينا عليها ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة في ملعب حمادي العقربي في رادس. في قوافل القفصة رئيس النادي رضا المحمدي تقدم البارح باستقالته من مهامه بسبب الأوضاع المادية الصعبة للفريق، للإشارة الجلسة العامة الانتخابية مبرمجة يوم 8 أكتوبر، والسلطات الجهوية في قفصة بشتخوا قرار في الساعات القادمة فيما يخص تركيبة ربما لهيئة سيرية مؤقتة لمواصلة المشوار أو لتحديد خريطة الطريق طبعا في المرحلة القادمة. بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة كما قلت وضعية صعبة في الفريق دايا، الهيئة المديرة تعجز ربما على توفير السيولة المادية أكثر من اللي هي عملته الحقيقة، لأنه نعرف رئيس النادي رضا المحمدي من سنوات موجود في الفريق وتضحيات مادية كبيرة جدا، وبالتزامن مع هذايا تغييرات كبيرة في الأطر الفنية للفريق، نتائج سلبية إلى حد الآن في بداية الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة لفريق قوافل القفصة. لاعبنا الدولي سيف الدين الجزيري جدد عقده مع الزمالك المصري لمدة عامين أخرين، وقال في تصريحات تلفزية في مصر البارح أنه باش يعتزل كرة القدم في الزمالك ولن ينتقل إلى أي فريق آخر بعد نهاية عقده. وأكيد ترحيب كبير جدا من جماهير الزمالك المصري بتصريحات سيف الدين الجزيري. نذكر أنه الزمالك انتصر منذ أيام قليلة بكأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على مواطنه الأهلي المصري في المباراة اللي أقيمت في السعودية، في مباراة زاد شارك فيها لعبنا الدولي طبعا حمزة المثلوثي، يعني زوز ملعبية توانسة في فريق الزمالك.
في كرة اليد المنتخب الوطني للأكابر يواصل تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الدنمارك في شهر جانفي القادم 2025 من خلال تربص جديد، تربص محلي بالملعبية اللي تلعب في البطولة التونسية. التربص ينطلق اليوم في مدينة الحمامات، يتواصل حتى اليوم 5 أكتوبر. ومدرب المنتخب الوطني التونسي محمد علي الصغير وجه الدعوة ل 18 لاعب كما قلت من البطولة المحلية للمشاركة في هذا التربص. في حراسة المرمى يوسف الزيان من نجم الرياضي الساحلي، مطيع الإمام من النادي الإفريقي، محمد صفر من الترجي الرياضي التونسي. في مركز الجناح الأيمن طارق جلوز من الترجي الرياضي التونسي، عبد المجيد القابسي من جمعية الحمامات، جناح أيسر غسان التومي الترجي الرياضي التونسي، وجدي خواجة مكارم المهدية، ظهير أيمن إسلام حقونة مكارم المهدية، وطه السماوي من النادي الإفريقي. بالنسبة لبقية اللاعبين، ظهير أيسر حازم باشا، جاسر بن حسين من الترجي الرياضي التونسي، أسامة رميكي من نادي الإفريقي، محمد عمار من نادي سقيت الزيت. بالنسبة للمنسقين، بلال العبدلي من الترجي، يوسف المناعي نادي كرة اليد بجمال، ولاعبي الدائرة نلقاو إسلام الجبالي من الترجي الرياضي التونسي، أنور عياد نادي الإفريقي، عزيز بن حمودة جمعية الحمامات. للتفكير فإن المنتخب الوطني باش يلعب الدور الأول لبطولة العالم في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المنظم الدنمارك مع إيطاليا وأيضا مع المنتخب الجزائري. إذن إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي. نكمل مع الرياضات الجماعية. في كرة السلة الموعد غدوة مع الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة، البرنامج الكامل للمباريات انطلاقا من الساعة 6:00. شبيبة المنازه يستضيف الدالية الرياضية بجرومباليا. في قاعة الجورجاني، قاعة المرحوم شريف بلامين، نادي الإفريقي يواجه نادي كرة اليد بالمهدية. قاعة بن عمار في حلق الواد، نجم حلق الواد مع الاتحاد الرياضي المنستيري. قاعة دار شعبان الفهري، مباراة اتحاد الأنصار مع النجم الرياضي الساحلي. وفي قاعة حمام سوسة، شبيبة القيروان يواجه فريق النجم الرياضي الراتسي. ذكر المباريات غدوة الأربعاء 2 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6:00. عقوبة صارمة ضد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو لمدة 6 شهور، ما يحضرش مباريات منتخب بلاده في كل الأصناف. قرار اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب سوء السلوك من طرف النجم الدولي السابق الكاميروني إيتو في الدور 16 من كأس العالم للسيدات تحت 20 عام. ونكمل بالحدث على مستوى الكرة الأوروبية. اليوم دوري أبطال أوروبا، منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى انطلاقا من 6:15، فما زوز مباريات. ريد بول النمساوي مع بريست الفرنسي، شتوتغارت الألماني يواجه سبارتا براغ التشيكي، أرسنال مع 8 متاع الليل يلعب مع بي اس جي. في نفس التوقيت باقي المباريات، برشلونة مع يونغ بويز، باير ليفركوزن مع ميلان، دورتموند مع سيلتيك. ايضا فما الانتر مع النجم الاحمر السربي ببلغراد، بي اس في مع سبورتينغ، ومباراه مانشستر سيتي ايضا مع فريق سلوفان مبرمجه 8 متاع الليل. نهايه هذا الموعد الرياضي، اجمل تحياتي مهدي عبيد.